والسنة دي كنت في الحفل بس كترت، يعني عملت حوالي 40 أو 50 صنف لاينز بيور لاينز لأحدد بعض اللاينز اللي هي ما تأثرتش في الهيل سايت، والأصناف دي اللي طلعتها الثلاثة دول دلوقتي دخلوا في الكروسنج. عايز أشوف إيه الجين اللي خلى النباتات دي ما تأثرتش في الهيل سايت وهننقلها لأصناف تانية. دلوقتي هننقل للفوزاريوم، ودي مشكلة كبيرة على الإنتاج الحمص. لحسن الحظ أو زملائي السابقين قاموا بتأسيس حاجة اسمها سيكلوت، بيزرعوا كل سنة فيها الأصناف دي، هي منطقة موبوءة بالفوزاريوم. ولو لاحظنا إن هنا في عندنا التشيك اللي هم الكونترول اللي بيزرعوا كل سنة، بنلاقي في نوع من التجانس، وبالتالي أنا لما أشوف حاجة زي كده أقول لا ده أكيد هو مقاوم، لأنه الحساس هو يعني 20 سنتيمتر منه وميت، فأنا أقدر أثق في السكريننج اللي أنا عامله. دي عملتها أنا السنة اللي فاتت اللي بديت أشتغل على الحمص، عملت سكريننج للفيوزاري باستخدام الهيدروبونيك على اساس انه اعمل بطريقه اسرع من انه استنى سنه كامله عشان اعمل هيدروبونيك، والحمد لله كانت النتيجه ناجحه. وهنا ده بدات المدير مع زملائي، عملت دي الصوره بتوضح قد ايه عندي انا هوموجينيسيتي في الرياكشن، ده الصنف الحساس اللي زرعه وده الصنف المقاومه، والحساس واضح ان هو وعملت له برضه عزل النبات ده، خدت منه وطلعت انه النبات ده مش ميت من اي حاجه وانما من الفنجاي اللي هو داخل جوه الاوعيه الناقله وبيسد الميه بيخليه يموت. ده عملت فورا ديزاين لهايدرو سيستم عشان اعمل سكريننج لكميات ضخمه، للاسف عملناها مره واحده وبعدين اضطرينا نمشي من حلب لمكان ثاني. لذلك ممكن نرجع نعمل زي الكلام زي السيستم ده السيستم الادفانتج فيه انه ممكن اعمل دورات كتير خلال السنه الواحده، مش استنى سنه كامله عشان اعمل سكريننج. ده الفيلد اللي انا بقول لكم عليه في الايكاردا، ولاحظوا الكونترول ازاي من اول لغايه لاخر الحق ازاي هو ميت، ودي طبعا ارخص من طريقه الهيدروبونيك، لكن مضطرين نعمل سكريننج اكثر من السايز الموجود من المساحه الموجوده في الحق. لذلك وفي حاجة تانية إنه الهيدروبونيك ممكن أنا أفصل ريسز أو الباثوجين نفسه، وبالتالي هنا هذا صعب أنا أعرف إيه الباثوجين الموجود والباثوجينز. بالنسبة للأسواق بعيدة الحكاية شوية أصعب، عشان الأسواق بعيدة أنا في حرب بمنطقة جافة، الرين معظمه بيجيني في الشتاء، والأسواق بعيدة عايزة رطوبة عالية، لذلك بنضطر نزرع أو نعمل زي ما تشوفين فينا ميست إريجيشن عشان نزيد بالربيع وقت الوقت المطر نزيد الرطوبة عن طريق السيستم ده. وطبعا احنا بنتكلم عن حوالي 6 هكتار من الميست إريجيشن اللي بنزرع، وبنعمل عليها سكريننج لألف فرس من اللاينز، يعني القراءة بتاعتنا لما ناخدها بتبقى يومين ثلاثة وإحنا في الحمل الصبح للليل. بعد ما مشيت من حلب اضطرينا انا السنة اللي فاتت او سنة 2013 السنة دي عملت في كيربون اللي هي في بقاع بلبنان، عملت حاجة صغيرة نص هكتار او 66 هكتار. السنة دي زرعت دلوقتي نص هكتار عشان ووسعت المجال ده عشان نعمل ريكفري للحاجات اللي خسرناها في حلب. ولحسن الحظ انه الاصناف السنة اللي فاتت دي اعمل الاعراض اللي اخذتها لبنان، صورة على الحتة دي على الاوراق على البطش وعلى الستيم زي ما احنا شايفين، وكان دي اصابه جيده جدا. دلوقتي انا لازم افكر برضو ارجع لادرس الباثوتايبس الموجوده لعزله وظيفه الباثولوجيست في الكتاب. دي الصوره خلال واخدها ايضا من المغرب، انا واخدها من الفصل اللي فات، وبرضو عندهم دي لاينز ميته من السوكايتا، فكمان برضو ممكن نقلت بلاد ماتيريال للمغرب عشان ابتدي السنه دي. دي صور مقرره من حقيقه. بالنسبه للباثو تايبس اللي حددها لي الباثولوجيست، انا عملت دي اخذت دي الروس روم، وعملت اصناف انا واخد 43 صنف
وعملتهم بكل مرة أعملهم بفتوتايب مختلف وكان في فروق واضحة. وكان عندي interesting lines اللي هي دي كانوا مقاومين للأشخاص العزلات اللي هي فتوتايب دي. فكان ده interesting. عملت إيه برضو؟ استخدمت الماركرز عشان أحدد دول قريبين دراسيا ولا لا. كان في حاجة حلوة إن هما كان ده مقاوم ده وده ودولهم لما طلعت على الفيديو بتاعهم كانوا بالفعل متماسكين ودراسيين. فده انترستنج ليا عشان انا يمكن عندي هنا مصادر مورثات مختلفه بعضها. لازم اعمل كتاب اللي هو لما اعمل تابيع اعمل بيراميد للجينات دي كلها في الاصناف اللي هطلعها في المستقبل. دلوقتي احنا بنستخدم دايما ممكن نبتدي نتكلم عن البايو تكنولوجي. اول حاجه لازم اعملها انه اوريكم انه صحيح انا بتكلم عن ليكروب لكن في سايز مختلف كبير منهم يعني مش قريبين من بعض. يعني بصوا الانسان ده عملته هنا ده 3200 ميجا بيس ده حجم الجينوم بتاع الانسان. لما اجي اتشيك الاقي صغير خالص عن الجينوم الانسان هو 750 وده فول جينوم السنه دي تم نشر الجينوم كامل من الهند من زملاء الهند من الاتصال. بالعكس دلوقتي احنا بارتنر في الجينوم في كندا بيعملوا الكنديين مع الامريكان واحنا بارتنر معاهم. الجينوم ده بصوا عن فابريكين ضخم خالص ده يعني توقع ان في دي ان اي كبيره خالص والصعب الاقتراب من ده عامل زي الكوكب بتاع بلوتو السلاسل. ف يعني لازم نشتغل عليه بطريقه غير انه نعمل جينوم سيكونس طبيعي او كده. هنشوف دلوقتي الهدف من استخدام البايوتكنولوجي والماركرز انه احدد ماركرز لينك قريبه للجين اللي انا ببص عليه وبعدين اعمل بقى ترانسفورميشن تشوف شو الحاجات دي. ده هنعمل فيها ايه؟ لو انا طلعت ماركر قريب هتعرف على وجود الجين من عدمه وخدت تست بسيط على في المرحله البادئه مش عايز اعمل سكريننج واروح الحقل وكل ده. لذلك ده هيأثر ليا دورة التربية اللي هي بتطلع أصناف جديدة يعني هيأثر لي من سنتين لثلاثة حتى السلايد بعد شوية هوريكم هو اللي بيأثر من كده. بس هنا بقى عايز أعمل إيه؟ عايز أعمل ديفلوبمنت للماركرز عشان الماركرز اللي أنا استخدمها سميت الماركرز بتاعتي هي ماركرز سبيسيفيك للتشيك لو مفيش مش هقدر أعملها. في ماركرات عامة اللي هي أي 30 والرابيد لكن لما أنا عايز أروح أعمل مايكرو ساتلايت على على لينت مثلا محدش عمل. لذلك لازم اعمل ديفلوبمنت للماركرز وبعدين احدد بقى الماركرز دي قد ايه هي قريبه من الجين او اسسترو بالمابينج والكيو تي ال اناليسيس وبعدين اسوسيشن مابينج دلوقتي جديده باستخدام الماركر اساس باستخدام الاس ام بي ماركرز ونستخدمها بعدين كماركر اساس سلكشن ومن قد ايه. وبنفس الوقت لازم احضر المواد النباتيه زي دي انا فاكرها من النيتشر تشوفها حلوه خالص عشان تلخص الماده النباتيه الانترستنج اللي عملت في المابينج. اول حاجه كان عندي الكومبت امبلت لاينز اللي معظمنا يعرفها دي. في برضه فكره حلوه هي ان انا اعمل انترماتنج بين الاف 2 انديفيدجوالز وده بيزيد الريكومبينيشنز الريكومبينت لاينز وده بيزيد الريزوليوشن في الماب لو انا طلعت الجينيك ماب عليها. وفي حاجه اسمها حلوه اسمها ماجيك لاينز. ماجيك لاينز بتعتمد على مش عندي ابين وانما عندي مثلا خلينا نقول 10 اباء كل اب بيحمل جينات مختلفه عن الثاني وده انترستنج. وانا اعمل عليه انترماتنج بين الاباء دول على مدى سنتين واطلع دول. طبعا ده قريته بال 2010. دلوقتي انا عندي في الوتلاند بوبيوليشن بالاف 2 وبعمل حاجه اسمها ماجيك population عشان الاوتبوت انا متوقع على سنتين او ثلاثه هتكون اتس فيري امبورتنت ماتيريال للجين. الموليكولار ماركر اللي انا بس مايكرو ساتلايت هي حاجات انا نشرها بال 2005 زي عملت اول مايكرو ساتلايت على الحمص وده بياخد وقت يعني ده كلف كتير وعمل وقت كتير عشان اطلع مايكرو ساتلايت على الجينوم ده ونشرها حوالي اخد دلوقتي حوالي 50 ماركر بس. المايكروساتلايت كويس انه يكون دومينت ماركر الناس ما تعرفش بسرعه هقول لك انه ده افتكروا ماندل لما قال كابيتال اي كابيتال اي سمول اي سمول اي بقى انا احدد كابيتال اي سمول اي اذا كان ده اف 1 وبالتالي دي انا بقدر استخدمتها فورا في الايكاردا انه بديت اساعد المربي لما يعمل كروس اروح عند نباتات كلها صغيره الاف 1 واخد منها قطعه صغيره من الورق واعمل دي ان اي اكستراكشن واقول الكروس الاول ناجح الكروس
الكروس الثاني ناجح الكروس الثالث لا يسبق نيتد فلاور قبل ما تعمل انت الكروس ده تقاعد لوحدها فالسيت بتاع النبات بيتثمر ترمي فبدا يعني في كان ابلكيشن حلو قوي على استخدام الكودومينت ماركر وهنا بنشوف عندي ازاي بقى نستخدم الكودومينت ماركر عشان نعمل خريطه وراثيه طبعا هنا بنقول انه الخريطه الوراثيه بعد 6 اجيال عندي نقاوه وراثيه يعني عندي لاين دي هتشبه قبل الاول دي هتشبه قبل الثاني وبالتالي انا الداتا دي اقدر اترجمها بقى ل A و B دي بتشبه قبل الثاني دي بتشبه قبل الثاني ودي الاول دي الاول ودي دي الداتا انا اخذتها من الـ من الـ من الـ من الـ من اللاب بنفس الوقت انا هروح هحط دي وارسم خريطه وراثيه لكن فائدتها ايه بقى عشان انا حاجه موقع الجين في الحق ايه اللي هيستفيدوا من المراكب ده هنا هقول بصوا ده هنا انا قلت له الماركر ده والماركر ده قريب من الريزيستنت جين تبع الفوزاريوم ما حددتها ازاي دي طبعا دي الخريطه الوراثيه الكبيره وده الماركر اللي انا بتكلم عليه حددتها ازاي عن طريق فينوتايبنج في الحق ده الكنترول مرة تانية ونشوف انه انا لما بقول ده مقاوم يبقى ده مقاوم مش عندي اي شك انه انا ارضي فيها تجانس واضح وبالتالي لما يكون عندي فينوتايبنج حلو مع داتا انا لو اخدها من المخبر حلو مثلا هقدر اعمل اسوسيشن بين الفينوتايب والجينوتايب واحد الماركر اللي هو انترستنج اعمل عليه سيلكشن هقول الجين ده موجود ولا غير موجود خلال رسم الخريطه الوراثيه هنا بعض الابلكيشن عملناها عن ده وفي حاجه ثانيه برضو احنا الماركر دي هنا نبات ميت يبقى نبات حساس نبات قوي يبقى نبات قوي لو نبات عاش طيب ايه الحاجه اللي انا بس لو انا في عندي بدرس حاجه طول نبات عندي نبات 150 سنتيمتر وعندي نبات ثاني 50 سنتيمتر انا ما اتوقعش انه راح على ايه يا نبات طويل يا نبات قصير في الاولاد هيطلع حاجه بين البنين فده بسببه ايه؟ انه في عندي اكثر من جين بيتحكم بالصفه دي لذلك في عندي حاجه اسمها كوانتيتيف تريت ودي مسؤول عنها اكثر من جين لذلك بقول له صاير انا عندي اكثر من موقع في الجينوم لازم احدده التحليل ده برضه بيديني مش بس انه الجين ده موجود في المنطقه دي برضه بيديني حاجه ثانيه انه بيقول لي اكيد الجين ده شارك في تفسير النتائج اللي انت طلعتها يعني تقريبا بيقول لي الجين ده اهميته ايه في المقاومه 10% 5% 1% فده